إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، يوم جديد من عالم الفلك بترفي عليكم لنتعرف على أهم المعطيات لهيدا اليوم عبر إذاعة إم راديو. مثل العادة البداية مع برج الحمل، تفائل وانظر إلى الحياة نظرة إيجابية لتعيش حياة أفضل، فرؤية السعادة في عيون الآخرين من خلال الخدمات التي تقدمها لهم من أكثر الأمور التي تزيد من الطاقة الإيجابية في النفس وتسبب الشعور بالسعادة. مهنياً قد تحظى بنصيب لا بأس به من النجاحات والإنجازات، حيث ستكون لديك كم كبير من الأعمال المتنوعة التي تندرج في إطار التجارة المربحة. عاطفياً سيكون لديك علاقات كبيرة وستزداد أكثر مع الأصدقاء والعائلة لتكون أكثر إيجابية ومتعة. صحياً برج الحمل، قد يكون للتغييرات الإيجابية في نمط الحياة تأثير إيجابي على صحتك وعافيتك، ومع ذلك فإن التقليل من التركيز على الأكل الصحي ووقف النشاط البدني يمكن أن يضر بصحتك. عزيزي برج الثور، واصل السعي لتحقق النجاح وكن حريصاً عند التعامل مع أفراد أسرتك، تحدث معهم برفق وتناقش معهم بهدوء وفكر جيداً قبل اتخاذ أي قرار في حياتك الشخصية. مهنياً عليك استغلال وقتك لإنجاز مهامك والارتقاء بوظيفتك، كما عليك أن تستفيد من الأشياء من حولك لتحسين الناحية المالية. عاطفياً سيكون لديك علاقات متينة وكبيرة وإيجابية مع الجميع مع تجنب الوقوع في المشاكل مع الشريك. صحياً برج الثور، حافظ على جسم صحي، فالجسم الخالي من الأمراض النفسية والجسدية يساعد الشخص على العيش بسعادة وراحة. ننتقل لبرج الجوزاء، قد تكون واجهتك المالية غير مستقرة، لذلك قد يساعدك الإنفاق الحذر على التغلب على الأزمة. عليك استغلال الفترة المقبلة في القيام برحلة استرخاء والتي من المرجح أن تنعشك. مهنياً تجنب المشاحنات مع زملائك في العمل بقدر الإمكان حتى لا تضع نفسك في مشاكل، ولكن عليك أن تعلم أنك تفهم الأشخاص جيداً، لذلك استخدم هذا لتجعل أمورك المالية جيدة. عاطفياً قد يؤدي التعاطف مع الشريك دون قيد أو شرط إلى شعوره بالأمان والحب والمودة، وهذا ما يجعله يقدم لك الأمان العاطفي أكثر ويصبح مرتبطاً بك ارتباطاً قوياً. صحياً برج الجوزاء، أنت مليء بالطاقة وتبدأ روتيناً جديداً في صالة الألعاب الرياضية والذي قد يظهر نتائج إيجابية على صحتك العامة. منكمل مع برج السرطان، لا تزال حالتك المالية قوية للغاية وسوف تستمر معك الفترة القادمة، ويمكنك تحقيق أرباح من مصادر متعددة وبالتالي تأمين مستقبلك على المدى الطويل. مهنياً يحظى ذكاؤك بتقدير من قبل كل من حولك، وعليك أن لا تجعل احتياجاتك أكثر من أموالك حتى لا تشعر بالانزعاج. عاطفياً من المرجح أن تتألق حياتك العاطفية الفترة المقبلة، حيث تعتمد أنت وشريكك على بعضكما البعض للحصول على الدعم العاطفي والاستمتاع بوقت رومانسي معاً. صحياً برج السرطان، لكي تتخلص من الطاقة السلبية عليك العلاج الروحي للتخلص من الضغوط، بالإضافة إلى ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس. وصلنا لبرج الخامس الأسد، توقع أن تسمع بعض الأخبار الرائعة اليوم، ولا بد لك أن تعيد التفكير في أمورك الشخصية، كما عليك أن تتخلص من أي ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به. مهنياً ابذل قصارى جهدك في عملك وستجد الثمار، وستكون قادر على تخطي العديد من الأزمات والمشاكل بقوة وعزيمة. عاطفياً قد يتسبب تجاهلك لمطالب الشريك في مشاكل، وهذا التجاهل يسبب قلة
مرحله الثقه بنفسك. عليك ان تثق في افعالك وقراراتك دون خوف. صحياً برج الأسد، يمكنك الحفاظ على لياقتك من خلال اتباع أسلوب حياة صحي والمشاركة في الرياضة. نكمل مع برج العذراء. تواجه الفترة المقبلة بعض الارتباك الطفيف وقد تضطر إلى إلغاء بعض الخطط، ولكن عليك أن تحافظ على هدوئك في مثل هذه الحالة وأن تستمر في التصرف بشكل إيجابي وستمر هذه الأيام. مهنياً، كن حذراً في طريقة تعاملك مع زملائك في العمل، ولديك مزيد من الفرص لكسب كثير من الأموال. عاطفياً، أحرص على قضاء وقتاً رومانسياً مع شريك حياتك، وحاول استعادة الذكريات المشتركة والمحافظة على العلاقة الطيبة بينكم. صحياً برج العذراء، عليك الانتباه لصحتك، فكثرة تناول الوجبات السريعة تؤدي إلى الخمول واضطرابات متعلقة بنمط الحياة. منكمل مع برج الميزان. عليك أن تعرف من هو صديقك ومن هو خصمك، ولا تعامل الجميع بنفس المعاملة، ولا تجعل أي شخص يستفزك بلا أي داعي. مهنياً، تحتاج إلى مزيد من الخبرات في مجال العمل، اجتهد لتحقق طموحك. عاطفياً، ترغب في إدخال بعض التعديلات على منزلك أنت وشريك حياتك، كما أنك تكون خجولاً عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية. صحياً برج الميزان، قم ببعض التمارين الرياضية الخفيفة التي تشعرك بتحسن ونشاط، وخذ بعض الوقت للحصول على الراحة والاستجمام مع التركيز في نوعية الطعام الذي تتناوله. برج الثامن العقرب. حاول الجلوس مع الأصدقاء والفضفضة إليهم، هذا سيكون مجدياً لك. أنت تعاني من الكثير من الأمور، تجنب ما يجعلك تشعر بالضيق حتى لا تدخل في مرحلة اكتئاب مزمنة. الصبر سيعلمك الكثير. مهنياً، نمي مهاراتك وتعلم أشياء جديدة تفيدك في عملك، وستشهد العديد من النجاحات في مجال الأعمال التجارية والشركات الكبيرة. عاطفياً، راجع القرارات قبل اتخاذها وتحلى بالمرونة في العلاقة العاطفية، ولا تكون شخصاً شكاكاً طوال الوقت. صحياً برج العقرب، قد تراودك بعض الآلام في معدتك اليوم وتجعلك غير قادر على ممارسة عملك بشكل طبيعي، عليك باستشارة الطبيب. منكمل مع برج القوس. عليك أن تعرف نفسك جيداً هذه الفترة، سيسهل عليك تحديد هدفك بسهولة تامة، ومن خلال هذه التجارب ستستطيع معرفة أن الحياة تحب المغامرة. مهنياً، اتقن عملك لتكن دائماً في المقدمة، وحاول تحسين علاقتك مع الزملاء بطرق جديدة. عاطفياً، تحلى بالصبر واعمل على تحقيق أهدافك، واقضي وقتاً ممتعاً ولطيفاً مع شريك حياتك. صحياً برج القوس، صحتك هذه الأيام غير جيدة، لذا يجب أن تنظم طبيعة طعامك وتسير على نظام غذائي بسيط ومفيد. ننتقل لبرج الجدي. يبشرك علماء الأبراج والفلك بيوم كله إيجابية، لكن حاول أن تلتزم بجدولك الأسبوعي الذي خططته بنفسك، ولا تترك الأمور للصدف، هذا مفيد جداً لمستقبلك. مهنياً، جدد خططك في العمل، ولا تسمح لأي شخص أن يقلل من شأنك، وابحث عن حلول للمشكلات التي تواجهك في العمل. عاطفياً، افصل بين حياتك الشخصية والعملية، واحرص على تقديم الهدايا والكلمات الطيبة لشريك حياتك. صحياً برج الجدي، عليك أن تحيط نفسك بآخرين يمارسون الرياضة ويهتمون بلياقتهم البدنية. منكمل مع برج الدلو.
قد تشعر ببعض القلق من شدة التفكير بحياتك. يجب أن تهدأ ولا تشتت نفسك حتى تحقق أهدافك، واجلس مع أسرتك بعض الوقت وعوضهم عن كثرة انشغالك الفترة الماضية. مهنياً، استفد من وقتك في ابتكار أفكار جديدة تحسن مستواك المهني حتى لا تندم عليها بعد ذلك. عاطفياً، قد تشعر بالحاجة للجلوس بعض الوقت بمفردك حتى تفكر بحياتك العاطفية، وهل شريكك هو الشخص الذي يجب أن تكمل معه حياتك؟ يجب أن تكون حاسم في قرارك. صحياً، برج الدلو، اهتم بصحتك بشكل كبير مع اتباع روتين غذائي مفيد يحتوي على الخضروات والبروتين. منختم مع برج الحوت. استقرار كبير يشعر به أصحاب هذا البرج في حياتهم العملية، فمزيد من النجاح والتقدم سيكون رفيقهم في هذه الفترة، لذلك لا داعي للقلق بشأن مستقبلهم لأنها ستكون فترة من البريق والأمل والتقدم. مهنياً، أدعم زملائك في العمل لكي تتخطى المعوقات في العمل ولا تهرب من المسؤولية. عاطفياً، بعض المشكلات العاطفية سيمر بها أصحاب برج الحوت وسيشعرون أنها النهاية، لكن في الحقيقة ستكون مجرد مشاكل زائلة لا تؤثر في حياتهم نهائياً. صحياً، برج الحوت، عليك باتباع نصائح الطبيب، هذا أفضل بكثير من استشارات الآخرين، بالإضافة إلى شرب الماء والعصائر الطازجة. مستمعينا، أنا بودعكم وبلاقيكم بفقرة جديدة من عالم الفلك عبر إذاعة أم راديو.